خسروا كتير جدا المقص على ملعبهم. محمد هلال اماميه في العمق جوه 18 استلم كمل وخطا قاتل خطا مش ممكن. وادي فرحه كارتيرون هنا المدير الفني استلم خطا قاتل من خط الظهر. والمره الثانيه رشاد فاروق بيغلط خطا كده كان حصل في مباراه نادي الزمالك نفس الخطا ده حصل في مباراه نادي الزمالك مش ممكن. رشاد فاروق بيحطها لستانلي عشان يتقدم وادي دجله بهدف لستانلي في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 60 مش ممكن. حطت في نص الملعب هنا اماميه حطها محمد هلال وادي هنا الراجل ما حدش بيعمل الكلام ده يا راجل ده انت قريب جوه السكس يارده وبيحط جول ستانلي لكن مش ممكن. خطا قاتل محمد هلال حطها جوه ال 18 هنا كان لازم يشيلها بدماغه الراجل وستانلي توقع كويس جدا وحطها بوش رجليه في الجول عشان يبقى هدف اول ستانلي في الدقيقه 60 وهتحلو المباراه ما فيش كلام. خطا قاتل من خط الظهر مباراه الزمالك نفس الخطا كده حصل من فرقه الداخليه من خط ظهرهم